السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. معكم أنس أحمد. تمرين 6 جيم قال لك فاضل الآتي. أول تمرين يقول لك 2 س ج س، نبو نفضلوا هذه. فالتفاضل امتحى شنو يساوي؟ يساوي هذه عبارة عن حصر ضرب دالتين، فالأولى في تفاضل الثانية زائد الثانية في تفاضل الأولى. فنحط 2 زي ما هي، الأولى في تفاضل الثانية، الأولى هي س، تفاضل الجتا كيف ما قلنا احنا في سابقا ان تفاضل الجتا بيساوي ناقص جا. اذا تفاضل الجتا بناقص جا س، الاولى في تفاضل الثانية زائد الثانية اللي هي جتا س في تفاضل السين اللي هو 1. كويس، تساوي نوزع 2 الداخل، 2 في الناقص بناقص 2 س جا س، زائد 2 في الجتا ب2 جتا سين. وهذه هي إجابة أول سؤال. فإحنا قلنا القانون شنو هو؟ الأولى في تفاضل الثانية زائد الثانية في تفاضل الأولى. فهذا هو القانون، الأولى في تفاضل الثانية زائد الثانية في تفاضل الأولى. تا نقصد بها تفاضل، الأولى في تفاضل الثانية زائد الثانية في تفاضل الأولى. فالأولى في تفاضل الجتا، شن تفاضل الجتا؟ تفاضل الجتا بناقص جا. الأولى في تفاضل الجتا بعدين زائد الجتا في تفاضل السين. فالأولى في تفاضل الثانية زائد الثانية في تفاضل الأولى. الأولى هي سين في تفاضل الجتا بناقص جا، زائد الجتا اللي هي الثانية، الجتا تحطها زي ما هي، في تفاضل السين اللي هو 1، وبعدين تكمل للأخير. ننتقل للسؤال اللي بعده اللي هو 4 س ج نص س. نفس الشيء، تفاضل حاصل ضرب دالتين، كتبناه هنا الأولى في تفاضل الثانية زائد الثانية تفاضل الأولى. إذا شن تساوي هذه؟ نحط الأربعة زي ما هي لأنها عبارة عن عدد، بعدين نبدأ نفاضل. بهي الأولى في تفاضل الثانية، الأولى هي س، أو كتب هنا الأولى في تفاضل الأولى اللي هي س في تفاضل الجا اللي هي تفاضل الجا بجتا، جتا نص س. ما ننسوش تفاضل ما بعد الجا، تفاضل الجا ما بعد الجا اللي هو نص. بهي بينما هنا تفاضل السين بواحد، فعلاش ما كتبتش واحد انا هنا؟ فالاولى في تفاضل الثاني تفاضل الجا بجتا في تفاضل اللي هو ما بعد الجا، زائد الثانيه اللي هو جا نص سين في تفاضل السين اللي هو 1، ونسكر. 4 تقسيم 2 ب2، إذا نوزع الأربعة داخل تولي 2 س جتا نص س. باهي 2 س جتا نص س زائد 4 في 1 ب4 جا نص س. وهذا هو إجابة السؤال. ننتقل للفقرة اللي بعدها اللي هي جيم. جيم قال لك 2 س جتا 1 ناقص س. نفس الشيء، 2 س جتا 1 ناقص س، كيف نفضلوها هذه؟ تحط 2 زي ما هي، كيف ما قلنا القانون شنو هو؟ الأولى في تفاضل الثانية زائد الثانية في تفاضل الأولى. هذا هو القانون، الأولى هي س تحطها زي ما هي، تفاضل جتا قلنا شنو هو؟ كتبناه قلنا ملكين، هو ناقص جا في ناقص جا 1 ناقص س. في تفاضل بداخل القوس، شن تفاضل 1 ناقص س؟ تفاضل ناقص 1، إذا ناقص 1 هنا. الأولى في تفاضل الثانية زائد الثانية في تفاضل الأولى، زائد الثانية اللي هي جتا 1 ناقص س في تفاضل السين اللي هو 1، مسكر القوس. إذا 2 في الناقص بناقص 2، ناقص 2 في الناقص 1 بموجب 2، إذا شن تساوي؟ تساوي 2 س جا 1 ناقص س. فالتنين تتوزع لهذه ولهذه، 2 في الناقص في الناقص هذه، 2 في الناقص في الناقص تعطينا 2، إذا 2 جا 1 ناقص س، زائد نوزع 2 الداخل هنا، 2 في 1 ب2، إذا 2 جتا 1 ناقص س. وهذا هو إجابة فقرة ج. ننتقل للي بعدها، س ظا 2 س زائد 1. نفس الشيء، تفاضل حاصل ضرب دالتين، الأولى في تفاضل الثانية زائد الثانية في تفاضل الأولى. الأولى اللي هي س
في تفاضل التالي تفاضل الظا، تعال عزيزي، تفاضل الظا، تفاضل الظا هو قا تربيع، تفاضل الظا اللي هو قا تربيع لاثنين سين زائد واحد في تفاضل ما بعد الظا اللي هو تفاضل اثنين. فالأولى في تفاضل الثانية تفاضل الظا اثنين سين زائد واحد، شن تفاضلها؟ تفاضلها قا تربيع بهي وتحطها زي ما هي في تفاضل ما بدخل القوس، كويس، زائد الأولى في تفاضل الثانية زائد الثانية تفاضل الأولى زائد الظا اثنين سين زائد واحد في تفاضل السين اللي هو واحد، كويس. إذن تقعد لك شني؟ عندي اثنين وهنا سين، إذا اثنين سين قا تربيع اثنين سين زائد واحد زائد ظا اثنين سين زائد واحد، وهذا هو إجابة السؤال. ننتقل للسؤال اللي بعده، الفقرة اللي بعدها اللي هي ها، قال لك نص جتا سين ظا سين، كويس. هذه تفاضل حاصل ضرب دالتين، لكن نقدر نبسطوها أبسط من هيك. الظا عبارة عن شنو؟ الظا عبارة عن جا جتا، إذا نص جتا سين في شنو؟ في جا سين على جتا سين، باهي. تمشي الجتا مع الجتا تقعد لي شنو؟ تقعد لي نص جا سين، ممتاز، أصبحت دالة واحدة. شنو تفاضل الجا؟ تعال عزيزي، تفاضل الجا بجتا، إذا نص تفاضل الجا بجتا سين في تفاضل السين هو واحد، يعني ما ينكتبش، باهي. إذا الناتج في الأخير بيساوي نص جتا نص جتا سين، كويس. الفقرة اللي بعدها جا تلاتة سين ظا أربعة سين، لو كان قدرتها بسط مقام حتعطيني جا أربعة سين على جتا أربعة سين، ما تمشيش مع هذه، فتقعد زي ما هي، تقعد حاصل ضرب دالتين، الأولى في تفاضل الثانية زائد الثانية في تفاضل الأولى، باهي. فالأولى شن هي؟ تفاضل حاصل ضرب دالتين، هذه دالة وهذه دالة. تفاضل الأولى اللي هي نحطها زي ما هي، الأولى اللي هي جا ثلاثة سين في تفاضل الظا، الظا قلنا عبارة عن شنو؟ قا تربيع، قا تربيع أربعة سين في تفاضل الأربعة سين، ايش تفاضلها؟ أربعة. إذا الأولى حطيناها زي ما هي في تفاضل الثانية زائد الثانية اللي هي ظا أربعة سين في تفاضل الجا، شنو تفاضل الجا؟ بجتا ثلاثة سين في تفاضل الثلاثة سين اللي هو ثلاثة، كويس. إذا عندي أربعة جا ثلاثة سين قا تربيع أربعة سين زائد ثلاثة زائد ثلاثة جتا ثلاثة سين ظا أربعة سين، يعني نقدر نقلبها نحطها هذه هنا وهذه هنا، يعني نضبط في بعض، باهي. نقدر نحط هذه هنا وهذه نحطها هنا كيف ما درت هنا، باهي. وهذا هو إجابة هذا السؤال. ننتقل للفقرة اللي بعدها اللي هي جتا سين على، والله مشرح فيها كويس، ممكن 2 سين، باهي، تمام. هذه تفاضل شني؟ حاصل قسم الدالتين. تفاضل حاصل قسم الدالتين عبارة عن شني؟ عبارة عن المقام تربيع بعدين المقام في تفاضل البسط، تفاضل البسط ناقص البسط في تفاضل المقام، هذا هو قانون بتاع تفاضل حاصل قسم الدالتين، كويس. فنديروا المقام اللي هو تربيع، إذا شنو تساوي؟ تساوي المقام تربيع، المقام 2 سين ديرو مربع 2 سين تربيع، باهي. بعدين المقام اللي هو 2 سين، المقام في تفاضل البسط، المقام اللي هو 2 سين في تفاضل الجتا، تفاضل الجتا بناقص جا سين، كويس. المقام في تفاضل البسط ناقص البسط اللي هو جتا سين في تفاضل المقام، تفاضل المقام اللي هو 2، ممتاز. إذا شنو يقعد لي؟ يقعد لي 2 في 2، عفوا معلش خلينا نرتبها بشوي بشوية. عندي 2 سين فوق 2 سين، عندي سالب هنا سالب 2 سين جا سين ناقص 2 جا سين، صح ولا؟ سالب 2 سين جا سين ناقص 2 جت ناقص 2 جتا عفوا جتا سين على
2 سين تربيع لما ربعوها تقعدي 4 سين تربيع. كويس. لو اخذت سالب 2 عامل مشترك من المقام شو يقعد لي؟ سالب من البسط عفوا، لو ناخذ سالب 2 من البسط ناخذ سالب 2 عامل مشترك تولي سين جا سين زائد جتا سين، لان ناقص 2 لما نوزعها الداخل تولي ناقص 2 سين جا سين، ولما نوزع ناقص 2 هنا تولي ناقص 2 جتا سين. يعني خديت ناقص 2 عامل مشترك من هذا الزوز. اذا لما ناخذ عامل مشترك تقعد لي بالكيفيه، هذه لو وزعتها الداخل تعطيني هذه، لو وزعتها الاثنين تعطيني هذه. كويس. على شني؟ على 4 سين تربيع. على 2 فيدنا 1، على 2 فيدنا 2، اذا الناتج ولا خش بيساوي؟ بيساوي ناقص سين جا سين زائد جتا سين على 2 سين تربيع. وهذا هو اجابة السؤال. كويس، ننتقل للفقرة اللي بعدها. وصلنا لتمرين هاي، شو يقول تمرين هاي؟ يقول لك جا 2 سين على 1 زائد سين، نبغى نجيب التفاضل بتاعها. كيف نجيب التفاضل بتاعها؟ طبعا ركزوا معي، هنا عبارة عن تفاضل حسب قسم الدالتين، إذا المقام تربيع، هنا المقام في تفاضل البسط، ناقص البسط في تفاضل المقام. باهي هذا القانون بتاعها، احنا نعرفه صح ولا؟ كويس. إذا المقام تربيع اللي هو 1 زائد سين الكل تربيع، بعدين المقام في تفاضل البسط نكتب المقام زي ما هو، في تفاضل البسط شن تفاضل الجا؟ تفاضل الجا بجتا، جتا 2 سين في تفاضل ما بعد الجا، تفاضل ما بعد الجا اللي هو 2. باهي ناقص أول حاجة المقام في تفاضل البسط، ناقص البسط في تفاضل المقام، البسط اللي هو جا 2 سين في تفاضل المقام، تفاضل 1 بصفر، تفاضل سين بواحد، إذا 1. كويس. خلينا نرتب شكلها، هذه عبارة عن شني؟ عبارة عن 2 في الواحد زائد سين في الجتا 2 سين ناقص جا 2 سين على 1 زائد سين الكل تربيع. كويس. نوزع المقام لهذه ونوزع المقام لهذه، نقدر نوزعه لأن المقام مشترك. إذا تولي شنو عندي؟ تولي عندي 2 في الواحد زائد سين، واحد زائد سين في الجتا 2 سين على 1 زائد سين الكل تربيع ناقص جا 2 سين على 1 زائد سين الكل تربيع. تمشي هذه مع التربيع هذه، شنو يقعد لك في الأخير؟ تقعد لك 2 جتا 2 سين على 1 زائد سين ناقص جا 2 سين على 1 زائد سين الكل تربيع. وهذا هو إجابة هذا السؤال. ننتقل للفقرة اللي بعدها. الفقرة اللي بعدها اللي هي ظا، اللي هو سين على ظا سين، نفس الشيء، تفاضل حاصل قسم الدالتين، مقام تربيع، مقام في تفاضل البسط، ناقص البسط في تفاضل المقام. هذا القانون احنا نعرفوه صح ولا لا؟ مش عارف كيف نحسه زي مغبشة. يلا، المقام تربيع، المقام تربيع نربع المقام، إذا ظا تربيع سين. بعدين المقام في تفاضل البسط، ظا سين في تفاضل البسط اللي هو 1 ناقص البسط اللي هو سين في تفاضل الظا، ظا شن تفاضلها؟ قا تربيع سين. ممتاز. إذا يمشي نوزعه نفس الشيء المقام للزوز هادو، تقعد لي شني؟ تقعد لي ظا سين بهي على ظا تربيع سين ناقص سين قا تربيع سين على ظا تربيع سين. كويس. إذا تمشي التربيع هذه مع الظا، تمشي التربيع هذه تقول لي شنو؟ تقول لي 1 على الظا سين ناقص، ركزوا معي هنا، سين، شوفوا معي، الظا تربيع، مش هي عبارة عن جا تربيع على جتا تربيع، باين بنركبها للمقام، يعني قاعدة في المقام، كأن المقام عبارة عن جا تربيع على جتا تربيع، فينقلبوا، تنقلب فوق شنو تولي؟ أو قبل ما نقلبها، تعال ركز معي، أنا عندي هنا قا سين قا تربيع سين
ظا تربيع سين. القا تربيع عبارة عن شني؟ إذا سين هي مقلوب شني؟ مقلوب جتا، جتا تربيع سين. كويس، والظا عبارة عن شني؟ عبارة عن جا تربيع على جتا تربيع، ولا تمشي جتا تربيع مع جتا تربيع شنو تقعد لي؟ تقعد لي سين على جا تربيع سين، مظبوط ولا؟ كويس. المقلوب الظا، مقلوب الظا سين شنو هو؟ مقلوب اللي هو ظتا، ظتا سين ناقص شنو مقلوب الجا اللي هو قتا، اذا سين قتا تربيع سين، وهذه هي إجابة السؤال. ننتقل للفقرة اللي بعدها اللي هي يا، صح يا ولا؟ وصلنا للتمرين يا في الكتاب. قال لك قتا 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 ثلاثة سين، قال لك إرشاد، حيث أن إرشاد أن قتا سين تساوي واحد على جا سين. تو نشوفوا الكلام هو، احنا حنجاوبوها بطريقتين، حنجاوبوها بطريقة القانون. القانون عندي هو القانون القتا تفضلها ناقص قتا ظتا، القانون اللي هو ناقص قتا ظتا، وحنجاوبوها بالإرشاد اللي هي قتا ثلاثة سين حنديرها بشني؟ بالقانون. بالقانون شن تفضل القتا عزيزي؟ القتا تفضلها ناقص قتا ظتا، معناها تفضلها ناقص قتا ناقص قتا شني؟ ثلاثة سين ظتا ثلاثة سين. في تفاضل الدالة شن تفاضل الدالة؟ ثلاثة، إذا نحط الثلاثة هنا صح ولا؟ إذا تفاضل قتا هي ناقص قتا ظتا في تفاضل الدالة، إذا ناقص قتا ثلاثة سين ظتا ثلاثة سين في تفاضل ما بعد القتا. كويس، خلينا نجاوبها توا بطريقة الإرشاد. لو كان أنت ما فهمتش الطريقة الأولى تعال امشي معي الطريقة الثانية. قال لك القتا تساوي واحد على على جا سين، تمام. إذا نعوض بدل القتا هذه بواحد على جا ثلاثة سين، إذا قتا ثلاثة سين هي تساوي واحد على جا ثلاثة سين، صح ولا؟ كويس، تو حنين بفضل واحد على جا ثلاثة سين، شن تفضلها؟ شن تفضلها؟ شن تفضل حاس قسم الدالتين؟ هذه كأنها حاس قسم الدالتين، المقام أو المقام تربيع، المقام في تفاضل البسط ناقص البسط في تفاضل المقام. المقام تربيع اللي هو جا تربيع ثلاثة سين، بعدين المقام في تفاضل البسط اللي هو جا ثلاثة سين في تفاضل البسط، تفاضل البسط بصفر لأن تفاضل واحد بصفر، ناقص البسط اللي هو واحد في تفاضل المقام. شن تفاضل الجا؟ تفاضل الجا بجتا ثلاثة سين في تفاضل ما بعد الجا اللي هو ثلاثة، تفاضل ثلاثة سين تفاضلها بثلاثة. كويس، تمشي هذه صفر، تقعد لي شني فوق؟ تقعد لي ناقص، ناقص شني؟ ناقص جتا ثلاثة سين في ثلاثة على جا تربيع ثلاثة سين. كويس، إذن ركز معاي، ركز معاي، هذه عبارة عن شني؟ تساوي جا تربيع عبارة عن شني؟ عبارة عن جا ثلاثة سين في جا ثلاثة سين، ولا حللتها درتها زوز إذا مضبط في بعض، كأن جا ثلاثة سين في جا ثلاثة سين، وفوق شنو عندي؟ ناقص ثلاثة جتا ثلاثة سين. جتا على جا عبارة عن شني؟ جتا على جا قلناها بذكاء، جتا على جا عبارة عن الظتا، إذا تساوي ناقص ثلاثة ظتا ثلاثة سين. واحد على جا عبارة عن شني؟ كأن هنا في واحد، واحد على جا عبارة عن شني؟ عبارة عن القتا ثلاثة سين. لاحظوا نفس الإجابة، ناقص ثلاثة قتا في ظتا، نفس الإجابة، لكن هنا بالتحليل هنا بالقانون. باهي فاهمة؟ تعالوا معي القانون خدوه ونقلوه، قوانينها ما كلها. جا تفضلها جتا، جتا تفضلها جا، ظتا تفضلها قا، القا تربيع، الظتا بناقص قتا تربيع، القا بقا ظا، القتا بناقص قتا ظتا، وهذا التكامل. باهي كويس، ننتقل للمثال الأخير أو السؤال الأخير في التفاضل الدوائر المثلثية. قال لك ظتا 2 سين، حنجاوبوها ظتا 2 سين ب ال بشني؟ حنجاوبوها بالإرشاد، كيف ما قال لك بالإرشاد ظتا
سين تساوي جتا سين على جا سين، وبنجاوبوها بالطريقة العادية اللي هي بالقانون. هنا بالقانون، هنا بالإرشاد. القانون قال لك الذات تفاضلها بناقص قتا تربيع، معناها ناقص الذات عبارة عن الذات تفاضلها بناقص قتا، معناها ناقص قتا تربيع 2 سين في تفاضل ما بعد الذات اللي هو 2. إذا تولي 2 هنا معناها ناقص 2 قتا تربيع 2 سين، وهذا هو إجابة السؤال بالقانون. به تعال عزيزي، لو كان بديرها بالتبسيط وانت قانون ممكن راح منك في الامتحان. الذات 2 سين هي عبارة عن جتا 2 سين على جا 2 سين. هنا توا أصبح التفاضل حاصل قسم الدالتين، المقام تربيع، المقام في تفاضل البسط ناقص البسط ناقص البسط في تفاضل المقام. نكتبه زي ما هو، المقام تربيع، المقام تربيع عبارة عن شنو؟ جا تربيع 2 سين، هذا المقام تربيع. بعدين المقام في تفاضل البسط جا 2 سين، المقام في تفاضل الجتا بناقص جا 2 سين في تفاضل ما بعد الجتا اللي هي 2. إذا المقام في تفاضل البسط ناقص البسط اللي هو جتا 2 سين في تفاضل الجا. شن تفاضل الجا؟ تفاضل الجا بجتا في جتا 2 سين. كويس. إذا شنو أصبح عندي أنا؟ شنو أصبح عندي؟ عندي 2 وسالب سالب 2 جا 2 سين ناقص 2 جا تربيع 2 سين ناقص 2 جا تربيع 2 سين ناقص 2، هذه جا تربيع تولي ناقص شنو؟ ناقص جتا تربيع 2 سين، صح ولا؟ كويس. على جا تربيع 2 سين. ممتاز. لو كان تركز معي عزيزي الطالب، لو كان تركز معي، خلي بس نتأكد منها بس. تمام، لا مش ضروري نتأكد منها. تمام، عندي هنا ناقص 2 جا تربيع 2 سين، صح؟ ناقص 2 جا تربيع 2 سين ناقص جتا تربيع 2 سين. ممتاز. الآن سنة حاجة، ركزوا معاي، ناقص 2 جتا 2 سين اللي هو البسط في تفاضل المقام. شن تفاضل الجا؟ بجتا 2 سين في 2، نسينا 2 ما درناهاش هنا، معناه هنا في 2، صح ولا؟ كويس. إذا ناخذ الناقص 2 عامل مشترك، ناخذ الناقص 2 عامل مشترك، هذه ندور فيها أنا، ناخذ ناقص 2 عامل مشترك تولي شنو؟ تولي جا تربيع 2 سين زائد جتا تربيع 2 سين على جا تربيع 2 سين. هذه عبارة عن شنو؟ عبارة عن واحد، صح ولا؟ جا تربيع وجتا تربيع لما تجمعهم مع بعض تعطيك الواحد، إذا تولي ناقص 2 في الواحد مش ضروري تكتب على جا تربيع 2 سين. جا شنو مقلوب؟ لما تكون واحد على جا عبارة عن شنو؟ عبارة عن قتا، إذا ناقص 2 قتا تربيع 2 سين، وهذه هي إجابة السؤال. لاحظوا بالقانون جاوبت في خطوة، في التحليل وصلت 20,000 خطوة. باهي، وهذا هو بالنسبة للتفاضل. ننتقلوا للسؤال اللي بعده، السؤال الثاني، احسب تكاملات المحدودة الآتية. تكامل محدود من 0 لباي على 2 لجتا سين زائد 1 دال سين. ممتاز. هنا ركز معي، هنا التكامل يقدر نوزعه هنا ونوزعه هنا. باهي، اذا تولي تكامل من 0 لباي على 2 لجتا سين زائد تكامل، طبعا بالنسبة لدال سين هنا خلينا نكتب دال سين، 0 لباي على 2 لشني؟ لواحد دال سين. كويس، او مش ضروري نكتب الواحد، تكتب تكامل دال سين. ممتاز.
شن تكامل الجتا عزيزي؟ تعال خذ القوانين. وين القوانين؟ تكامل الجتا بجا، تكامل الجتا بجا. اذا تكامل هذه شني؟ جا سين، خذ التكامل من شني شني؟ من صفر لباي على اثنين، زائد شن تكامل الدال سين او تكامل الواحد؟ تكاملها سين، من شي لشني؟ من صفر لباي على اثنين. ممتاز، تمام. هون المفروض درتها للزوزكي، لكن يلا كتبت واحدة هنا واحدة هنا. توا نعوضه بالباي على اثنين، اذا تولي نعوضه مرة باي على اثنين ونعوضه بالصفر، اذا جا باي على اثنين ناقص جا تعويضه بصفر زائد السين نعوضه بها باي على اثنين ناقص تعويضه بصفر، فمش ضروري تنكتب، نعوض بسين نعوض بقيمة سين بصفر فناقص صفر، يعني كأنك كتبتها كأنك ما كتبتهاش. ممتاز، تعال معايا هنا. الباي عبارة عن شنو؟ 180 صح ولا؟ إذا 180، 180 على 2 قداش؟ 180 على 2 تساوي 90. جا هنا صفر وهنا صفر وهنا موجب واحد وهنا ناقص واحد، هذه بالنسبة للجا. فهنا 180 على 2 عبارة عن 90، 90 كيف؟ هي 90، 90 معناها فوق هنا. معناها جا 90 شنو تساوي؟ واحد. واحد ناقص جا صفر، الصفر قلنا هنا الصفر جاي في الخط هو سواء كان صفر او 180، جا صفر تساوي جا 180، الزوج يساوي صفر. اذا جا صفر شنو يساوي؟ يساوي صفر زائد باي على 2. اذا الاجابه شنو تساوي؟ تساوي 1 زائد باي على 2، وهذه هي اجابه السؤال. كويس، ننتقلوا للمثال اللي بعده او السؤال اللي بعده، هو بقى تكامل من صفر لباي على اثنين لسين ناقص جا سين دال سين. التكامل يتوزع لهذه ولهذه، اذا تكامل من صفر لباي، معلش الكاميرا، من صفر هيو فينت، من صفر لباي على اثنين لسين دال سين وزعوها لهذه ولهذه، ناقص تكامل من صفر لباي على اثنين لجا سين دال سين. شن تكامل السين؟ نزيد الأس واحد ونقص مع الأس جديد بهي، ناقص شن تكامل الجا؟ تكامل الجا بناقص جتا، معناها زائد جتا، تولي زائد جتا سين. ممتاز، حدود التكامل من شيني لشيني؟ من صفر لباي على اثنين، فنعوضوا باي على اثنين هنا ونقصوا منها تعويضة بصفر، إذا نعوضوا باي على اثنين هنا، إذا تولي باي على اثنين تربيع على اثنين زائد جتا باي على اثنين ناقص تعويضة بصفر اللي هي باي على اثنين. درتهم زوز مال هذه مربوطات، لكن بالكامل درتهم مش مربوطات يعني باهي. كويس، نعوضه بالصفر، قلنا صفر اللي هو أول حاجة عوضنا بباي على 2 في قيمة السين، وعوضنا بباي على 2 في قيمة الجتا، بعدين عوضه بالتعويضة بصفر، إذا صفر تربيع على 2 زائد جتا صفر. باهي، إذا نعوضه بهذا وننقصه منها التعويضة بالصفر، يعني نعوضه أول حاجة بهذا، نعوضه كيف ما درنا هنا، وننقصه منها التعويضة بعدين بصفر، كيف ما درنا هنا ننقصه منها التعويضة بصفر. كويس. الباي على 2 عبارة عن شنو؟ عبارة عن 90 ولا؟ باه، 90 تربيع شنو يساوي 90 تربيع؟ 90 تربيع معناها 90 في 90 صح ولا؟ خليها أنت، علاش بديلها؟ نصحني مش نديرها كزاوية، خلوها كباي، أو نديروها باي باي تربيع، يعني أول حاجة تولي باي تربيع على 2 تربيع اللي هي 4، 4 تنزل لوطة ب 8، إذا باي تربيع على 8 صح ولا؟ لأن باي على 2 الكل تربيع على 2، الباي تولي باي تربيع على 2 تربيع على 2، وباي تربيع على 2 تقسيم 2 هذه نحول القسمة إلى ضرب، معلش باي تربيع على 2 تربيع، نحول القسمة إلى ضرب تولي باي تربيع على 4 في 1 على 2، فتنضرب بالكيفية هذه تصبح باي تربيع على 8، وأنت أسستك في الرياضيات، فديرها بالكيفية هذه أو ديرها بالكيفية هذه، زائد جتا 90، جتا
باي على اثنين، باي على اثنين، نشوف ايش نتساوي. ناقص هذه تمشي بصفر، ناقص جتا صفر، ونشوفوا قديش تطلع القيمة. باهي تمام. إذا الجتا هنا موجب واحد، الجتا هنا سالب واحد، هنا صفر، هنا صفر. إذا أول حاجة ننزل الباي تربيع على 8 زائد الجتا 90، الجتا 90 صفر معناها زائد صفر، ناقص الجتا صفر اللي هي هذه صفر، جتا صفر تساوي هنا الصفر، الصفر شنو تساوي؟ تساوي واحد. إذا الناتج بيساوي واي باي تربيع على 8 ناقص واحد، وهذا هو إجابة السؤال. كويس، آخر فقرة مازال. تمام، السؤال الأخير هو سؤال جيم، يقول لك تكامل من صفر لباي على 4 يشيني واحد زائد ضاد تربيع سين. باهي دال سين تقدر ديرها بالحاسبة، لكن خلينا نقول لكم هذه الطريقة. احنا نعرف ان واحد زائد ضاد تربيع سين تساوي قا تربيع سين، ولا لان ما عندناش لو كان بتوزعها التكامل كيف ما درنا بريكاي، ما عندناش تكامل ضاد تربيع. فركز في المسألة كويس، ركز في المسألة كويس. هنا عندنا واحد زائد ضاد تربيع، مش واحد زائد ضاد تربيع تساوي قا تربيع، غيرها تو هذه، لان تولي تكامل من صفر الى باي على 4 لشني للقا تربيع سين دال سين. ممتاز، القا تربيع عندنا تكاملها، تكامل القا تربيع بضا، اذا تكامل القا تربيع بضا سين من شني شني من صفر لباي على 4. نعوض مره باي على 4 هنا وننقص منها تعويضها بصفر، تولي ضا باي على 4 ناقص ضا صفر. كويس، ضا باي على 4 هي ضا 180 على 4 قديش تساوي؟ تساوي 45 ناقص ضا صفر. نعرف ان ضا 45 من الزوايا الخاصة المفروض نعرفوها تساوي 1، ناقص ضا صفر نفس الشيء من الزوايا الخاصة اللي هي تساوي صفر. إذا 1 ناقص صفر يساوي 1، وهذا هو إجابة السؤال. قلت كيف سهلة؟ بسيطة جدا. نتمنى تكون نتمنى نكون قد وفقت في تدريس هذا الدرس، ونتمنى ما تقولش فيه أي صعوبة. شكرا جزيلا على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.